هل ترى انه كان يستحق جائزة ذا بيست افضل لاعب في العالم ام كان ليفاندوفسكي هو اللي يستحق؟ lógico que todo prêmio quando você ganha é merecido, né? طبعا كل جائزة لما بتنجح بيها أو لما بتستقبلها بتبقى طبعا تستحقها. بس في اللحظة ديت هو ممكن ما يكونش خد هو الجائزة، فممكن تكون مش هي دي أحسن لحظة ممكن ياخد فيها. مع ذلك هو بيعمل شغل كويس جدا، بس طبعا اللي بياخد الجائزة بيبقى هو الشخص اللي يستحقها فعلا.